هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة من برنامج البورصة لنلقي نظرة معا على المؤشرات الخليجية والعربية والعالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام بالتعرف على المؤشرات بالقاهرة، أو بالأحرى نبدأ بالأسواق التي افتتحت أبوابها قبل قليل، حيث الكويت على انخفاض ب 0.3% بواقع أقل من 9 نقاط، وأبو ظبي بداية خضراء بنحو 25%. دبي نتابع هذا الانخفاض بداية التعاملات اليوم ب 13% تقريبا. سلطنة عمان يرتفع المؤشر مع بداية التعاملات اليوم ب 20%. أما الأسواق التي أغلقت أمس ولم تفتح بعد، نبدأ بالبورصة القطرية حيث أنهى التعاملات أمس منخفضة بنصف نقطة مئوية بضغط من تراجع خمسة قطاعات، أبرزها الصناعة بهبوط صناعات قطر ب 1.7% والمجموعة ب 1.3%، والتأمين بتراجع الإسلامية القطرية ب 10% والقطرية العامة ب 1%، والبضائع والخدمات بخسائر الطبية ب 2% والرعاية ب 1.6%. وتصدر الارتفاعات زاد القابضة ب 4.5% وفودافون ومزايا قطر ب 1.7%. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس منخفضة ب 13% بهبوط قطاعات البنوك بخسائر الراجحي بربع نقطة مئوية، والأهلي ب 1.3%، والبتروكيماويات بهبوط بترو رابغ ب 1.1%، وسباك وكيمانول سابك وكيمانول ب 2.5%، والاستثمار بخسائر سيسكو ب 1.2%، والمملكة ب 1%. وتصدر الارتفاعات التطوير العقاري بمكاسب مكة ب 2% وجبل عمر ب 1.1%، والبحر الأحمر ب 3.2%. اختتم مؤشر البورصة المصرية اي جي اكس 30 تعاملات امس مرتفعا ب 1.2% بدعم من صعود 10 قطاعات، ابرزها البنوك بصعود التجاري الدولي والخدمات المالية بارباح بايونيرز والقلعة وهيرمس، وصعدت معظم الاسهم المتداولة وهي 87 سهما من اجمالي 185 سهما تصدرها الإسماعيلية العمرانية ورايا، بينما هبط 67 سهما تصدرها العبور للاستثمار. الآن مشاهدينا الكرام نترككم للتعرف على المؤشرات العالمية في هذا العرض وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد يوسف بوحليقة المحلل المالي وأحد المتعاملين ببورصة قطر. أهلا بحضرتك سيد يوسف. بداية، كيف تتابع أداء البورصة القطرية لا سيما ونحن نشاهد انخفاضات وصعوبة كسر حاجز 10400 نقطة؟ بطبعة الحال سوق قطر الأوراق المالية مر في مرحلة تحصيل نتائج الربع الأخير من 2016، وهذا ما أعطى المساهمين أرباح للسنة الماضية. هنا بعد توزيع الأرباح لابد حقيقة يقال أن البورصة تمر في خروج مستثمرين ودخول مستثمرين جديد، لهذا نرى أن الحركة الآن قد تتراجع نوعا ما بدخول مستثمرين جدد في بداية هذه السنة. الملاحظ هنا أن معظم الشركات التي وزعت أرباحها قد تكون تراجعت في الفترة الأولى من هذه، لكن هذا التراجع يعتبر طفيف نوعا ما لما نرى أن الربع الأول من 2017 حيبدأ في الأسابيع القادمة. أنا أعتبر أن التراجع يعني مؤقت لفترة بسيطة ومن ثم يرتد. طيب، مع قلة وجود المحفزات للمستثمرين والمتعاملين، إلى أي مدى يمكن أن يكون نتائج الربع الأول عاملا جديدا في إطار هذه المحفزات لدخول مستثمرين جدد وبناء مراكز مالية جديدة؟ إذا نظرنا أولا مقارنة مع الربع الأول 2017، هناك عوامل داعمة لذلك. نرى أسعار النفط مرتفعة بالنسبة لأسعار النفط التي كانت في 2016، هذا واحدة. الناحية الثانية، هناك قناعة بالمستثمرين الجدد أن الأرباح كانت معقولة نوعا ما، ولو أنه متراجعة لكنها معقولة بالنسبة لأداء 2016. هنا يبقى الثقة تعود للمستثمرين من جدد ويدخلون بقوة، هذا من ناحية. الناحية الثانية، نرى أن الأسعار جدا مغرية للشراء في الفترة الحالية، فهذا المستثمرين الجدد حيتطلع لسنة يعني مستقبلية جيدة. يعني ترى أن الفترة الحالية فترة جيدة للدخول مستثمرين جدد وشراء في هذه الشركات لأن الأسعار قليلة؟ هل تقصد ذلك؟ في بعض الأحيان يعني وصلت الأسعار إلى جدا للشراء، يعني إذا قارنا بالنسبة لأسعار أسعارها مقارنة بنهاية هذه السنة أنها تراجعت وفعلا يعني وصلت إلى مرحلة تقارب الأسعار أقل من التكلفة، فهذا يحظى المستثمرين الجدد بشراء هذه الشركات. أشكرك حتى اللحظة سيد يوسف. مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأن يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. فاصل قصير، بعده لدينا فقرات أخرى، كونوا معنا. كل قرار اتخذ تمت حساباته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار.
أهلا مجددا مشاهدينا. البنك الدولي يتألف من 5 منظمات مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفقر، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. قد بدأ في ممارسة أعماله في 27 من يناير عام 1946. نتابع مزيدا حول البنك الدولي على الشاشة. فقد بدأ أو تم الاتفاق على إنشاء البنك مع صندوق النقد الدولي في يوليو عام 1944 بمؤتمر الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية. في يناير عام 1946 بدأ عمله رسميا بالمساعدة في إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية كأحد الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة المعنية. مقره العاصمة واشنطن، ويبلغ عدد أعضائه 185 دولة، ويعمل فيه 8000 موظف وحوالي 2000 في العمل الميداني. يهدف البنك المؤلف من 5 منظمات عالمية إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول الأعضاء. البنك يقرض الدول الأعضاء من أمواله الخاصة لمساعدتها في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيراً. البنك يساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدول التي تحتاج للدعم المالي لمواجهة العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. تشارك كل دولة عضو بحصة رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أمريكية بما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها. وفقا لتقرير البنك، فقد بلغت المنح والقروض التي قدمها خلال عام 2015 إلى نحو 60 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كقروض للشرق الأوسط. مصر جاءت في قائمة أكبر 10 دول تحصل على قروض من البنك الدولي. إذن مشاهدينا الكرام، نذكركم أيضا بأنه يمكنكم المتابعة والمشاركة معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. بعد هذا الفاصل لدينا التعليقات التي وردتنا على هذا السؤال والذي طرحناه على الصفحتين. ما هي مقترحاتك للحد من اعتماد الدولة على الاقتراض وتحقيق الاكتفاء الذاتي للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية؟ بعد الفاصل. إذن نبدأ بطارق الذي يقول: الدول ذات الشفافية تستطيع الحد من الاقتراض، إلا إن كانت هذه الدول استراتيجية بالنسبة للغرب، فإنهم سيلجؤون لكل شيء ممكن حتى لا تحد من الاقتراض منهم، ولو باتخاذ إجراءات كضرب اقتصادها كي تضعف. أصالة النيل تقول معلقة: من لا يملك قوته لا يملك قراره. على الدول دراسة أحسن مصادر القوة عندها من الثروات وتحسينها وتحسين أحوال المواطن البسيط والتوعية العامة بأن الناس كلهم سواسية في الحق، في حق التعليم، فدولة بدون تعليم شعبها سوف يسوده الجهل. إذا حرصت الدولة والمقيمون عليها لتعميم جمع الضرائب من الأطباء والمحامين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة واللاعبين المحترفين ورؤساء الأندية ومحاربة الفساد بنية صادقة، بإذن الله سيصبح لنا فائض من الأموال وتقضي تدريجيا على البطالة، والأهم من كل ذلك العمل على إصلاح المنظومة التربوية والعمل على وعي الناس وإرشادهم للطريق الصحيح. مختار: استغلال الموارد بصورة متوازنة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وترك المحسوبية والوساطات في الوظائف، محاسبة المتلاعبين بالمال العام. في تعليق آخر محمد سامي: وما تحقق الفاسدون والمفسدون الاكتفاء الذاتي؟ مشكل العرب في حكامهم وحكوماتهم، لا شفافية ولا أمانة ولا حب ولا حب وطن ولا صلاح ولا إصلاح. والله لو كان حكام العرب أمناء لكنا حققنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي معا، ولكنا أغنى دول العالم. حساب آخر: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال الفلاحي الصناعي الخدماتي والتكنولوجي، يكون هذا بتوفير بيئة محفزة من قوانين تشجيعية وسبل تمويل سليمة. الاستثمار في التعليم وإنشاء جيل من العلماء والمصنعين في مختلف المجالات، فهكذا تنهض الأمم.
أعود إليك سيد يوسف، يعني في قطر على سبيل المثال، كيف تتابع أداء الاقتصاد بصفة عامة وكيف تقوم الدولة على أبنائها؟ طبعا الاقتصاد القطري هو جزء من الحكومة، فالاعتماد عليها يعني الحكومة تعتمد على الاقتصاد القطري مكون لها. إذا ننظر إلى الاقتصاد هي الهيكل الرئيسي في بناء الوطن وبناء مستقبله وتنميته. إذا نظرنا إلى طرق الحكومة في دعم الاقتصاد القطري نراها من بداية التعليم إلى بداية البنية التحتية إلى بداية الصحة للمواطن، ومن ثم إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والكبيرة ودعمها، ومن ثم تكوين البنية التحتية والاقتصاد الكل للدولة. إذن حكومة قطر واسعها جدا ومحتاطة من ناحية اقتصاد قطر عظيم، وهذا ما بنيت عليه. أشكرك سيد يوسف بحليقة محلل مالي وأحد المتعاملين ببورصة قطر، كنت ضيفنا في البرنامج. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. بعد ساعتين من الآن تغطية جديدة من قاعة تداول البورصة القطرية، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.